صباح الخير زميلي إدريس، صباح الخير مشاهدينا الكرام. إذا نحن اليوم متواجدون بسوق علي ملاح بالجزائر العاصمة لرصد أسعار الدجاج وكذا اللحوم. تابعوا معنا، نروح نشوفوا التاجر الأول اللي متواجد هنا، شوفوا أسعار الدجاج عنده. صباح الخير أختي. صباح لاباس بخير. أسعار الدجاج اليوم راهي مستقرة، يعني ما سكالوب اليوم دار من 87 ل 90 ألف. في الأونغرو حنا راهو نخلصوا فيه 47 ألف. لا لا طلع عاود تطلع، هذا الايامات تطلع لا ديفيرونس، كل واحد 10000 دوك بين ايامات فاتوا دوك عاود تطلع. شكرا، الله يسلمك اختي، ربي يعاونك. نروح نشوفوا تاجر اخر بسوق علي ملاح بالجزائر العاصمه، نشوفوا اسعار اللحوم. صباح الخير. سعر اللحوم بارازار اليوم راهي متواضعة، بارازار على رمضان. اللحم الغلمي راه يدير 200 220، بارازار رمضان كان 220، دوك الطالب ما كانش سما على ديك راه ستابل اللحم. كيما جيكوات ولي زيبو راه يديروا 220، بالنسبة لي كوت 200 ألف. اللحم البقري راه يدير 160 حتى 240 بيفتاك. ايه بارازار كيف كيف الحم، ما زادش هبط والله، يعني المستهلك اللي كوسومي الحم ما كاش سما الناس مع الفلا. الله يسلمك، بارك الله فيك. اذا كانت هذه اسعار اللحوم وكذا الدجاج بسوق علي ملاح بها الجزائر العاصمه. العوده اليك زميلي ادريس للاستوديو.